ما انا عايز اكد على جزئيه مهمه جدا. النهارده 30 يناير هو اليوم الاخير لاجراء اي استبدال على قائمه الفريق لدى الاتحاد الدولي لكره القدم. زي ما قلت قبل كده 30 يناير هو اخر يوم لاجراء الاستبدال، لكن مسموح لك قبل المباراه الاولى ب 24 ساعه تستبدل، ولكن بتقرير طبي معتمد من المدير الطبي او الدكتور المتعلق باللجنه الطبيه في الاتحاد الدولي لكره القدم. طيب عايزين نعرف كمان تفاصيل اكتر، وعايزين نطمن على بعثه فريق النادي الاهلي. لذلك في هذه اللحظات بذهب الى زميلي العزيز امير هشام موفد قناه النادي الاهلي من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي عشان نعيش معاه كل الاجواء وكل الاخبار وكل المستجدات بالنسبه للبعثه في هذه اللحظات، وقبل التوجه الى ملعب التدريب لخوض اول مران على احدى الملاعب القريبه من مقر الاقامه. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي برنامج الترند ومتابعي قناه الاهلي بشكل عام. طيب في البدايه برحب بيك وعايز اطمن منك بقى النهارده بالنسبه لي اليوم الاول للبعثه بعد الصحيان الصبح بدري، تناول وجبه الافطار في الغرفه، لكن النهارده الحمد لله في الغداء بعد ما العينات كلها كانت سلبيه لكل اللاعبين وافراد الجهاز الفني والاداري، ابتدى الفريق يتعايش داخل فندق الاقامه. اولا عايز اعرف منك الاجراءات الاحترازيه، هل بتتحرك داخل الاوتيل بشكل كامل ولا في الطوابق المخصصه فقط للبعثه؟ طيب خليني في البدايه يا محمد اقول لك الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لبعثه النادي الاهلي، وزي ما انت قلت بالتحديد بعد ما ظهرت نتيجه المسحه اللي اجريت للبعثه بالكامل فور الوصول لمطار حمد الدولي، وبالتالي كانت العينه ايجابيه بس للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بالتالي تم عزله، لكن فيما عدا ذلك كل افراد البعثه يعني عينتهم سلبيه وكلهم بخير وبصحه جيدة. فقبل ما تطلع النتيجة بتاعت المسحة كان في لسه الفطار، فبالتالي ما كانش في تجمع على الفطار، كان الفطار كله بيذهب لكل أفراد البعثة في الغرف الخاصة بكل فرد. بعد ما طلعت نتيجة المسحة أصبح التحرك في الفندق في أضيق الحدود برضو يا محمد، وده إجابة على سؤالك. التحرك طبقا للإجراءات الاحترازية لما يكون في شيء معين لازم يقوم به أفراد بعثة النادي الأهلي أو فريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بيضطروا إن هم يتحركوا ويقوموا بكل المهام المطلوبة منهم، لكن بشكل عام الأمور ماشية بشكل جيد جدا بالنسبة للاعبين. لكن خليني أقول لك البرنامج الخاص بالفرقة على مدار اليوم بالكامل بعد ما خلاص نتيجة المسحة طلعت سلبية لجميع أفراد البعثة زي في ما عدا طبعا عميد محمود مرجان زي ما قلت لك، لكن كان في وجبة الغداء ودي كانت من خلال تجمع في أحد القاعات المخصصة لبعثة النادي الأهلي، وكانت الأمور ماشية بالشكل الطبيعي. بعد الغداء مباشرة كان في زي فوتو سيشن من قبل الفيفا لتصوير لاعبي النادي الأهلي، صور خاصة ببطولة كأس العالم للأندية. لكن قبل كده وقبل تحديدا وجبة الغداء كان في اجتماع فني من قبل الفيفا مع طبعا الجهاز الفني واللاعبين واعضاء مجلس الاداره، الاستاذ طبعا المهندس خالد مرتجي منسق الاهلي لدى الفيفا، وايضا كان متواجد الجهاز الفني مستر بيتسو موسيماني، كان متواجد امير توفيق مدير اداره التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي، اللاعبين بشكل كامل للحديث على بعض الامور الهامه جدا اللي بتتعلق بالتعديلات التحكيميه الجديده. وانا في الجزئيه دي تحديدا يا محمد يعني واحنا قاعدين بنتابع المحاضره دي او الاجتماع ده، لان هو كان من خلال فيديو كونفرنس وكان من خلال عرض بعض اللقطات التحكيمية في بعض المباريات اللي بتتعلق بالفيفا، كان الواحد بصراحة يا محمد يعني كان نفسه انه يكون متواجد حكام مصريين يحضروا المحاضرة دي، لان عارف في الحقيقة انا بضحك وعارف انت هتقول ايه عشان بيتكلموا عن الفار وتقنية خط المرمى يعني والكلام ده. النادي الاهلي بالسلب بشكل كبير جدا. بالظبط اثرت على النادي الاهلي بشكل كبير جدا في بطوله الدوري وافقدت النادي الاهلي 6 نقاط، فكانت كلها امور بتتعلق بكيفيه استخدام الفار وكيفيه اتخاذ القرارات وامتى اقدر ارجع للفار وامتى دي تبقى فاول او امتى دي تبقى انذار.
امتى ممكن لعبه زي دي تبقى طرد. تعديلات كلها جديده ومهمه جدا، هي مش جديده قوي، هي معروفه المفروض، لكن ممكن تكون جديده على حكامنا احنا المصريين في الحقيقه اللي بيأدوا اداء يمكن سلبي شويه في بطوله الدوري في مختلف المباريات بشكل عام، وبالتحديد مع النادي الاهلي. فالشيء بالشيء يذكر، يعني كان نفسي جدا يكون متواجد حكام مصريين يحضروا محاضره زي دي. لكن في كل الاحوال كان كمان في بعض التعليمات اللي بتتعلق باللوائح المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه، وطبعا قبل كل ده كان في ترحيب طبعا ببعثه النادي الاهلي وبفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي تحديدا في هنا في الدوحه، واستعدادا لانطلاق بطوله كاس العالم للانديه. طيب أمير، ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه او خلال الساعات اللي جايه دلوقتي وانا بكلمك يا محمد؟ الفريق الفريق طبعا هيكون متواجد دلوقتي بعد بالظبط دلوقتي الساعه 5:30 بتوقيتكم، كمان ساعه بالظبط هيكون في محاضره من قبل مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحديث على بعض الجوانب الهامه جدا فنيا وامور بتتعلق بتدريب اليوم تحديدا ومران للنادي الاهلي. بعد المحاضره بحوالي 10 دقائق او 15 دقيقه بالكثير الفريق هيتحرك مباشره للملعب، احد الملاعب القريبه من فندق الاقامه، عشان يبتدي اول تدريباته في الدوحه واستعدادا للمونديال الساعه 8 تحديدا بتوقيت الدوحه هنا، 7 بتوقيت القاهرة، ودي هتكون أول أو أولى استعدادات النادي الأهلي بإذن الله لمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل. طيب أمير، برضه عايز أسألك من ضمن التفاصيل اللي كانت موجودة في هذا الاجتماع والفيديو كونفرنس مع اللجنة المنظمة من خلال الاتحاد الدولي فيفا، اتكلموا على موضوع الاستبدال، النهاردة آخر يوم للاستبدال اللاعبين، لكن عندك فرصة ل 4 فبراير قبل المباراة الأولى ب 24 ساعة تستبدل بتقرير طبي. اتشرحت هذه الجزئية بشكل موسع، هل عندك تفاصيل ممكن يكون الجهاز الفني سأل أو في تفاصيل الإدارة حابت تعرفها من الاتحاد الدولي أو اللجنة المنظمة؟ خليني أقول لك يا محمد إن الحالة الوحيدة اللي تقدر تغير فيها لاعب قبل انطلاق أول مباراة ليك في كأس العالم ب 24 ساعة هو إن يكون في تقرير طبي مقنع للفيفا، فبالتالي توافق على تغيير هذا اللاعب. هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن ان انت تفكر ساعتها انك تغير لاعب من اللاعبين. لكن في كل الاحوال خليني اقول لك يا محمد ان الامور ماشيه بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي بشكل جيد، فبالتالي ممكن اكلمك على احد المصابين مثلا في فريق النادي الاهلي، محمد هاني، بما اننا بنتكلم على التعديلات او التغييرات اللي ممكن تحصل في الفرقه، مش يعني صعب خلاص الموضوع هيكون صعب، لان اصابه محمد هاني اصابه بسيطه جدا، وتاكدت النهارده من الجزئيه دي تحديدا، وسالت الكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص مدى تطور حاله محمد هاني. احنا عارفين كان جاله شد في الخلفيه في مباراه بيراميدز في اول 6-7 دقائق، لكن في كل الاحوال الرؤيه هتتضح بشكل اوضح واكبر من خلال مران اليوم بالنسبه لمحمد هاني. تمام. البرنامج العلاجي بالنسبه له اخر تطورات هتكون ايه؟ بالتالي هل هيكون في برنامج تاهيلي سريع للاعب عشان يتم تجهيز لمباراه الدحيل القطري؟ الامور هتتضح بشكل اكبر النهارده بالليل بعد المران تحديدا يا محمد. طيب عندي سؤال لك اخير يا امير، متعلق بقى النهارده 30 يناير آخر موعد لإرسال القائمة الإفريقية التكميلية، السبع لاعبين الإضافيين اللي بيضيفهم في خلال شهر يناير. الجهاز الفني هل استقر على السبع لاعبين وهل أرسلهم، ولا خلال الساعات اللي جاية قبل منتصف الليل هيتم الاتفاق على إرسال القائمة التكميلية للبطولة الإفريقية؟ جزئية مهمة جدا يا محمد، سؤالك غاية في الأهمية في الحقيقة. أنا استفسرت من كابتن سعد عبد الحفيظ بشكل واضح بخصوص الجزئية دي، قلت له هل هيتم الاكتفاء بقيد ولتر بواليا طبعا نجم النادي الأهلي الجديد، ولا هيتم طبعا استغلال المقاعد المتبقية في القائمة وإضافة بعض الأسماء الأخرى، حددته ولا لا؟ كابتن سعيد كان رده بالنسبة لي صريح جدا، وقال إن احنا بعد مران اليوم هيبقى في اجتماع مع مستر بيتسو موسيماني، وقال أكيد هنضيف طبعا ونكمل القائمة بشكل كامل، لكن بعد التمرين تحديدا هيتم الاستقرار على العناصر اللي هيتم اضافتها في قائمه النادي الاهلي الافريقيه، خصوصا النهارده اخر يوم لطبعا القيد الافريقي والقائمه التكميليه بالنسبه لقائمه النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا. النادي الاهلي بكل تاكيد هيسعى ان هو يفوز بها المره العاشره باذن الله ان شاء الله.
أمير هشام موفد قناة النادي الأهلي، طبعا مع بعثة الفريق في كأس العالم الأندية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، وكان عندنا تفاصيل مهمة عايزين نوضحها لكل السادة المشاهدين. وكان الحدث المهم كمان النهاردة آخر يوم للقيد في القائمة الإفريقية، بعد المران هيتم إرسال باقي الأسماء لاستكمال القائمة بـ40 لاعب.